مشاهدينا أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة بير تي في، والبداية بأبرز العناوين. سلال يؤكد أن تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي من أولويات الحكومة الجديدة. وعشية الاحتفال باليوم العالمي لحرية التعبير، السفير البريطاني يشيد بحرية التعبير في الجزائر. مصنع رويبا يخرج أول شاحنة من نوع مرسيدس بنز. وتتابعون في النشرة أيضا: عمال ميناء الجزائر شهادة وخلود. وفي فرنسا مسيرة حاشدة تنديدا بسياسة التقشف. أهلا بكم إلى التفاصيل. بعد توليه أمس رسمياً لمهام الوزير الأول للحكومة، أكد عبد الملك سلال أن أولويات حكومته هي تحسين الوضع الاقتصادي، حيث سيتم العمل مع الجميع ودون إقصاء لتحسين الوضع الاجتماعي وأداء الإدارة الجزائرية. هذا وكانت قد كشفت مصادر من رئاسة الحكومة أن سلال انطلق في سلسلة مشاورات مع الأطراف المعنية قصد تشكيل حكومته الجديدة، والتي من المتوقع أن تستقطب كفاءات شابة مع الإبقاء على بعض أعضاء الحكومة القديمة على غرار الوزير الأول بالنيابة يوسف يوسفي حسب ذات المصادر. بالمقابل اعتبرت قيادات في حزب العدالة والتنمية أن مسألة نائب الرئيس كانت قد حسمت منذ زيارة عبد الملك سلال إلى فرنسا ومقابلته للرئيس هولندا. أشاد أمس سفير الولايات المتحدة بالجزائر مارتين روبر في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو من كل سنة بالتقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال ترقية حرية الصحافة خلال السنوات الماضية، كما أعرب عن ارتياحه لتمكن المملكة المتحدة من لعب دور متواضع لدعم التقدم المحرز والمساعدة على رفع بعض التحديات القائمة، مؤكدا على أن الولايات المتحدة تعمل مع منظمات مثل المعهد البريطاني للتنوع الإعلامي قصد دعم وسائل الإعلام والصحفيين في الجزائر وكذا كليات الصحافة والطلبة الجزائريين. هذا وأشار السفير إلى أن العلاقات بين المؤسسات البريطانية والجزائرية وكذا المنظمات الغير الحكومية تطورت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر والمملكة المتحدة. عدلت مؤسسة مترو الجزائر مساء أمس في بيان لها أوقات استغلال المترو وتقليصه ب3 ساعات خلال الفترة الممتدة من 3 مايو إلى غاية 27 جوان المقبل، نظرا لأشغال توسيع الخط نحو مدينة الحراش والمقرر استكماله في أواخر 2014. وأضاف البيان أن التعديلات التي أعلنتها مؤسسة مترو الجزائر هي كالآتي: 3 مايو من الساعة 5 صباحا إلى غاية 9 ليلا، ومن 4 مايو إلى غاية 27 جوان المقبل من 6 صباحا إلى غاية 9 ليلا. وستشمل أشغال التوسعه 4 محطات جديدة هي باش جراح 1 و2 ومحطة ووسط مدينة الحراش، أين سيتم تسليمه خلال الثلاثي الأول من العام المقبل. هذا وأكد وزير النقل عمار غول في وقت سابق أن أشغال التوسعة تتقدم وفق المخطط الذي تم تسطيره وسيسلم في الآجال المحددة. في ظرف القياس وبعد توقيع اتفاقية شراكة بين المتعاملين 3 الجزائر الإمارات وألمانيا في أكتوبر 2013، ها هي أول شاحنة من النوع الثقيل تحمل العلامة العالمية والألمانية مرسيدس بنز وتخرج من وحدة الإنتاج برويبا. هذا المشروع المقدر تكلفته ب103 ملايين أورو من المنتظر أن ينتج ما لا يقل عن 15,000 شاحنة وحافلة سنويا، استثمار يندرج في إطار القوانين المعمول بها، ف51% للجزائر و34% منها لشركة سانفي و17 لوزارة الدفاع الوطني و49% للمجمع الإماراتي أبار. أما شريك الألماني يمثل الدعم التكنولوجي. هذا المشروع يأتي ليدعم النسيج الصناعي وخلق مناصب شغل ودعم التكوين المتخصص في الجزائر. الثاني من ماي 1962، الجزائر العاصمة تستيقظ على وقع جريمة مروعة نفذت في حق عمال ميناء الجزائر من طرف منظمة الجيش السري الفرنسي، التي قامت بتفجير سيارة مفخخة بالقرب من ميناء الجزائر خلفت أكثر من 160 ضحية بين قتلى وجرحى. المكان شارع شلال تخوت إيشالون، الساعة 6:10
حين انفجرت سيارة كانت مركونة بالرصيف وضعتها أعضاء من المنظمة السرية الفرنسية لوايس. مباشرة بعد التفجير شكلت جبهة التحرير الوطني خلية نظامية من أجل التكفل بالجرحى ونقلهم إلى مستشفيات القصبة بالكور وحي الجبل. بعد الاستقلال خلدت الجزائر أسماء شهداء الحادثة بتمثال يشخص معاناة عمال الميناء الجزائريين أثناء الحقبة الاستعمارية، فرحم الله شهداءنا الأبرار. شهدت اليوم مختلف المدن الفرنسية مسيرات حاشدة بمناسبة اليوم العالمي لعيد العمال، دعت إليها النقابات من أجل التنديد بسياسات التقشف المتبعة من قبل الحكومة الفرنسية ومن أجل الدفاع عن حقوق العمال. وتأتي هذه المسيرات في الوقت الذي تعيش فيه فرنسا أزمة اقتصادية خانقة تسببت في رفع نسبة البطالة، ولو بعد يومين فقط من تصويت نواب الجمعية الوطنية الفرنسية على خطة التقشف الجديدة والتي سيتم بموجبها توفير 50 مليار أورو بحلول عام 2017. هذه المسيرات المتفرقة في مختلف المقاطعات الفرنسية لم تتمكن النقابات توحيدها وتنظيم مسيرة مشتركة قادرة بها للضغط على الحكومات الفرنسية. قتل 7 مسلحين بينهم أحد قيادي تنظيم القاعدة، وذلك في عمليتين عسكريتين جنوب اليمن، هذا ما أعلنته وزارة الدفاع اليمنية في بيان لها صباح اليوم. وكشفت وزارة الدفاع عن مقتل أحد قيادي التنظيم ويدعى أبو مسلم الأوزبكي في مواجهات استعمل فيها الجيش اليمني الغارات الجوية والقصف المدفعي. وكانت القوات اليمنية بدأت الثلاثاء الماضي هجوما على معاقل القاعدة في جنوب البلاد محاولة منها القضاء على التنظيم الذي قتل المئات منذ 2011. فرقت عناصر الشرطة التركية صباح اليوم مئات المتظاهرين حاولوا اقتحام الطوق الأمني للدخول إلى ساحة تقسيم باسطنبول، والتي كانت مسرحا لمظاهرات مناهضة للحكومة التركية في وقت سابق. كما استخدمت الشرطة التركية خراطيم المياه والقنابل الموسلة للدموع بعد قرار أردوغان غلق ساحة تقسيم أمام أي مظاهرات مناهضة لسياسة الحكومة في البلاد، أين أغلقت السلطات الطرقات ومحطات المترو وعلقت خدمات العبارات لمنع المتظاهرين من الوصول إلى اسطنبول. احتجزت السلطات الأوكرانية صباح اليوم الملحق العسكري الروسي بكييف للاشتباه في قيامه بأعمال تجسس وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية، مشيرة إلى قيامه بتصرفات تتنافى والأعراف الدبلوماسية، وصدر أمر في حقه بمغادرة البلاد. من جهة أخرى وافق صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ بقيمة 17 مليار دولار لأوكرانيا من أجل مجابهة الاختناق المالي وتراكم فواتير الغاز التي ينبغي تسديدها لروسيا. نبدأ مختصرتنا الثقافية لهذا اليوم من وهران التي ستحتضن الطبعة 10 للمهرجان الوطني للمسرح الجامعي ابتداء من يوم غد وإلى غاية 10 ماي المقبل. وتنظم هذه الطبعة التي جاءت تحت شعار الطلبة يلتقون وللوطن يبدعون ببرمجة 12 عرضا مسرحيا ضمن المنافسة الرسمية. كما تشمل هذه التظاهر مشاركة 6 عروض شرفية خارج المنافسة، وستتم على مدار أيام المهرجان استضافة كوكبة من الفنانين المسرحيين الجزائريين على غرار سعيد حلمي ومحمد حلمي وفتح بربار وغيرهم. ستحتضن سينماتيك العاصمة ابتداء من 4 من مايو العرض العالمي الأول لفيلم لوبيا الحمراء للمخرجة ناريمان ماري بن عامر، بعد مشاركته في العديد من المهرجانات الدولية وافتكاكه من خلاله جوائز هامة. الفيلم الذي أثار جدلا كبيرا في مختلف المهرجانات من خلال تصنيفه يرصد فترة مهمة من تاريخ الثورة التحريرية المجيدة، حيث يسلط الضوء على فترة نهاية عهد الاحتلال بالجزائر من خلال قصة مجموعة من الأطفال الجزائريين الذين ولدوا وعاشوا تحت ظل هذا الاستعمار البغيض. وسيستمر عرض هذا الفيلم إلى غاية نهاية نفس الشهر. وبهذا الخبر نأتي إلى نهاية أخبارنا الثقافية لنهار اليوم. أطيب الأوقات مع باقي برامج قناة بوغ تيفي.